رامي يا رامي، سيب الموبايل وروح شوف مذاكرتك. يلا يلا. يس لاست وان اند هاو فينيش ذس ليفل. يس يا ولد، كم مره اقول لك سيب الموبايل وروح شوف مذاكرتك؟ يو هو احنا كل شويه نمشي نذاكر؟ انا زهقت. مالك يا رامي، زعلان ليه؟ يا رانيا انا زهقت، هو احنا كل شويه نمشي نذاكر؟ مي تو اي ام بورد، بس معلش ده دورنا ولازم نقوم بيه. انا حاسس ان احنا اتولدنا عشان نذاكر ونمتحن وبس. امتى بقى الواحد يكبر ويشتغل وما يكونش وراه ولا مذاكره ولا اي حاجه؟ مش تفتكر الورك مش متعب يعني؟ متعب ايه يا بنتي؟ ما انت شايفه ماما هي بتتعب في ايه يعني؟ يعني لو الواحد اخذ مكانها وهي مكان يكون احسن. اه الحقوني يا اولاد. ايه ده؟ دي ماما؟ ايه اللي حصل يا ماما؟ في ايه؟ واقفه وفجأة وقعت. طيب I'll try and lean on me and get up. رانيا انا هروح اتصل بالامبلنس to come quickly. اوكي كويكلي يا رامي. اتفضل يا دكتور. ألف سلام عليكم. مالك يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ كنت واقفة وفجأة وقعت. Take the painkillers I prescribed for you. لكن أهم حاجة أنت ترتاحي خالص وعايزة تبكي كويسة. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. ألف سلام عليكم. شكرا. قومين يا بنتي، وراي حاجات كتير أعملها في المطبخ. مطبخ إيه يا ماما؟ مش سمعتيش الدكتور قال إيه؟ Don't worry, Mama. We will do everything. Come with me to the kitchen. Okay. اسألي ماما هي عايزة ايه من الشوب وانا هنزل اجيبه. ماما كتبت كل اللي عايزاه في الليستة دي. اوكي. همشي الشوب اجيب الشوبينج وامشي اللوندري عشان اجيب كلوت وبعدين Oh my god! ما بتعمل كل ده ولوحدها؟ شوفي يا ماما عملت لك ايه؟ شكرا يا حبيبتي تعبتك معايا. أنا جبت الشوبينج يا رانيا. اوكي. ماما اهو أنا جبت الشوبينج. شكرا يا حبايبي تعبتكوا قوي معايا النهارده. اسنديني بقى رانيا، عايزة أخش الأوضة ورايا حاجات كتير أعملها. اوكي يا رام. يا ماما. اخ انا تعبان جدا النهارده، عملت ورك كتير. شفت يا رامي؟ يو ار رونج لما قلت ان ماما مش بتتعب. يس اي واز رونج لما قلت ماما مش بتتعب. من النهارده انا هكرمها واساعدها زي ما الكتاب المقدس بيقول، اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. برافو يا رامي، انت كده علمت الدرس تمام.